Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق خبيرا بشيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى وفكروا في دنياكم وآخرتكم، في حياتكم وموتكم، في حاضركم ومستقبلكم. فكروا في هذه الدنيا في من مضى من السابقين الأولين منهم والآخرين، ففيهم عبرة لمن اعتبر عمروا في هذه الدنيا فعمروها وكانوا أكثر منا أموالا وأولادا وأشد منا قوة وتعميرا، فذهبت بهم الأيام كأن لم يكونوا وصلوا خبر من الأخبار، وأنتم على ما ساروا عليه سائرون وإلى ما صاروا إليه صائرون. سوف تنتقلون عن هذه الدنيا إلى القبور بعد القصور، وسوف تنفردون بها بعد الاجتماع بالأهل والسرور، وسوف تنفردون بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شر فشر إلى يوم النشور. وحين ذلك ينفخ في الصور، وحين ذلك ينفخ في الصور، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فقال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقوم الناس من قبور كفاة بلا نعال، وعمراة بلا ثياب، وغلا بلا ختان. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد إن ينظر بعضهم إلى بعض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أشد إن ينظر بعضهم إلى بعض، إن الأمر أشد إن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، إنه أعظم من أن تسأل الأم عن والدها والابن عن أبيه. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا، هنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة، هنالك تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فرحا وسرورا: ها اقرؤوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنا وغما: يا ليتني لم أوت كتابيه، ويدعو ثبورا. هناك تودع الموازين فتوزن فيها أعمال العباد من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تعالى:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتيناها وكفى بنا حاسبين. يمكن هذه المحاضرة مني التي أقول لكم إذا كان منها الخطأ فإنه من الشيطان وإذا كان منها الصواب فإنه من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.